الجيل ده لسه بتتواصل معاه او بتنزل معاه او في كونتاكت ما بينك؟ لا زي ما انت عارفه والله يعني بتبقى صعبه شويه اللي انت عارفه يعني في مجال الكوره انت كل يوم بتروحي نادي بيبقى ليك اصحاب لكن اكيد ما فيش تواصل مع حد قريب. لكن في ناس طبعا اللي هو الجيل بتاع اكيد في ناس بتواصل معاهم على طول اللي هو الجيل بتاع مين؟ زي مثلا في سعد سمير احمد عادل عبد المنعم مين تاني معايا طبعا هنا محمود طوبة يعني في مصطفى عفروت وفي ناس كتير طبعا اكيد بتواصل معاهم اللي هم الجيل بتاعنا. كان طبعا الجيل التاني زي ما انت عارفه كان اكبر شويه سنا ف يعني طبعا لما بشوف في حته اكيد بنتواصل مع بعض لكن دول اللي هم اللي بتواصل معاهم لحد دلوقتي. يعني بتتواصلوا مع بعض اللي هو بتعرفوا اخبار بعض بشكل عام ولا يعني بيكون في كلام شويه في تفاصيل عن حياتكم؟ زي ما انت عارفه يعني هي اصلا عامه دلوقتي السوشيال ميديا ما بقتش عكس زمان كانش في السوشيال ميديا وكده فكان صعب ان انت كان لازم عشان تتكلمي مع حد التليفون تقدري توصلي له لكن دلوقتي بيبقى عن طريق السوشيال ميديا وغير كده وكده في ناس زي ما انا بقول لك اكيد لا عن طريق التليفونات برضو بنبقى بنتكلم ولو في مناسبه عند حد في حد عنده مشكله لان ده هي دي يعني سنه الحياه ولازم العشره هي اللي يعني بتدوم بين اللعيبه وبين بعض. يعني طبعا فاكر حققت كام بطوله مع الاهلي؟ يمكن على مستوى افريقيا الحمد لله واخد بطولتين افريقيا وواحده كونفدراليه وعلى مستوى الدوري واخد 4 دوري وواحده اللي هو سوبر مصري وواحد سوبر افريقيا ما اتذكر يعني فالحمد لله الواحد يعني خد لا الحمد لله بطولة. طبعا 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 لا طبعا يا كابتن وزي ما انت عارف اصلا النادي الاهلي عامه انت لو اي لعيب رايح جديد مسافه ما بتخش انت ممكن تخش النهارده تلاقي بعد اسبوع انت معاك بطوله فده الفرق طبعا يعني مع احترامي الانديه كلها طبعا. الفرق بين النادي الاهلي وبين اي نادي تاني ان انت اليوم فيه بطوله يعني بمعنى صح فانا كان ليا الشرف طبعا ان الواحد لعب في اكبر نادي في افريقيا والواحد حقق حلمه من هو صغير انا كان امنيت حياتي ان العب في النادي الاهلي وكان نفسي اضيف اكتر من كده يعني بس طبعا هي في الاول في اخر الكوره نصيب والحمد لله الواحد راضي على اللي وصل له يعني الحمد لله.